أكد أعضاء الوفد الجزائري كامل المشارك في الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي أن زيارتهم إلى سوريا تهدف للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتمتين وتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين وإبرام صفقات تجارية وتوريد بضائع إلى الجزائر. هذا المعرض سيكون نقطة الانطلاق لتعزيز الثقة للخارج وللداخل بأن سوريا بدأت تتعافى وأن المعركة السياسية والمعركة العسكرية وبفضل بواسل الجيش العربي السوري الذين استبسلوا في سبيل أن يفرضوا الأمن والأمان على سوريا، أن أيضا الحرب الاقتصادية التي كانت مشنة علينا بدأنا أن نخرج منها، وحتما إن الجهود التي قامت بها الحكومة بدءا من رئيس الحكومة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس والسادة الوزراء هي أيضا ستكون مصدر لنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة. الرسالة التي سيوجهها المعرض هي رسالة هامة جدا لعودة المغتربين خارج سوريا والذين ننصح، وأنا أؤكد لكم بأن سرعة عودة المغتربين ستكون أسرع بكثير مما نتوقع، لأن المستثمر السوري في الخارج يتطلع للعودة إلى أن يستثمر في بلده. إن شاء الله رح يكون المعرض نتمنى له يكون ناجح بكل المقاييس، مثل ما شفتوا اليوم أوصلوا يومين أو ثلاثة أيام حجم الازدحام اللي موجود بمطار دمشق الدولي، هذا دليل على عودة التعافي لسوريا، وإن شاء الله بتكون عودة الاقتصاد عودة جيدة بتكون إن شاء الله. جينا زيارة تجارية المعرض اللي هنا في دمشق، أول مرة نحضر للمعرض، المعرض اللي فات ما حضرتلوش، هذه أخترة، والهدف منه نشوفوا تقاليد سورية، نشوفوا البضائع السورية. نحن نازلين على المعرض، معرض دمشق الدولي لنحضره. الهدف منها المشاركة وإحياء كما نقولوا نبض جديد لسوريا، يعني نوقف مع سوريا ودعم لسوريا إن شاء الله. احنا بنحب سوريا بإخوة، وبدنا يعني ندير تبادل تجاري اقتصادي ونكبر المجال، هذه خطوة الأولى. على كل حال أنا متعودة من 89 بطلع على سوريا، فرحانة كتير أول مرة بشارك على المعرض في سوريا. معروفة سوريا بتجارتها وأسعارها كتير مقبولة ومنيحة كمان، و خامتها كثير منيحه. جاي حتى نحضر هذا العرس الضخم المقيم في سوريا الحبيبه، حتى نشوفوا المعرض الشتوي. كنا نزلنا شهر 3 على المعرض الصيفي، وهلا نازلين على المعرض الشتوي، ان شاء الله يكون بنجاح. والله هي بضاعه اولا ما تعطش ليها السوق الجزائري، ثانيا بضاعه اللي تنافس كل البضاعات من جهه النوعيه ومن جهه السعر. احنا من المستوردين، نستورد من الشام للجزائر بضائع، نشتغل بمجالات الالبسه، احنا تجار بالجزائر، كل بضايعنا من سوريا، ونحن جايين لدعم المعرض وإن شاء الله نجاح المعرض، ونستورد ونعمل صفقات بالمعرض. نتعامل بالبضائع السورية من فترة طويلة للجزائر، بس بسبب الظروف قلت شوي، تعاملنا مع بضائع تانية بس ما كانت نجاحاتها مثل البضائع السورية، ما تمتاز بأطنياتها بكذا، بالمنسوجات بكل شيء، بالألبسة، نحن مجالنا بالألبسة، تمتاز الصناعة السورية أفضل من أي منتوج تاني.